فضلكنا ياسر وبلادي. نجد لكم التحية، تواصلوا معنا متابعة هذا الموعد الاستثنائي لليوم الثاني لبرنامجكم تونسنا اليوم. انطلقنا 6:30 ونتواصلوا إن شاء الله 8:15 متاع الليل. عبر الهاتف معنا سي توفيق الدماسي المدير العام للأمن الوطني سابقا. مساء الخير سي توفيق. الأمن العمومي عفوا على الخطأ البسيط هذا. مرحبا بك مرة أخرى. مرحبا بك. يعيشك سي توفيق. دونك فما بوليميك تخلقت البارح في برنامج تلفزي كلام الناس على قناة التونسية على أنه فما أطراف دفعتكم وقتها إلى عدم القبض أو تسهيل هروب أبو عياض. نحب نعرفوا شكون الأطراف هذه سي توفيق. نتوسموا أنك تكون على قدر من الجرأة والشجاعة باش قلنا شكون الأطراف هذه. ما عادش لو معنا ما يتخبى. يعني مش مسألة جرأة هي ولا مسألة واحد، فما مصحة عامة قبل كل شيء، قبل جرأة قبل الواحد. جرأة راهي ساعات ما تكونش عندها نتيجة. سامحني قبل كل شيء نحب نقدم تعازية الحارة لكل أفراد الأسرة الأمنية وخاصة لأولادنا اللي توفوا في القاسرين واللي راحوا معناها في غدر معناها المجموعات الإرهابية. بالنسبة لنا احنا الارهاب هذا معناها ظاهرة ماشي تخص تونس ولا ظاهرة تخص منطقة كاملة. هذا الارهاب احنا عندنا من 2011 واحنا نقاوموا فيه. نهار اللي بدات جات عملية الروحية وجاءوا ثلاثة ارهابيين جاءوا من الجزائر وقتلنا منهم زوز واحد هرب السعداوي. قامت عدة الصوت معناها تحكي على الفزاعة. هاهم رجعونا بالفزاعة متاع الارهاب وهاهم رجعونا بالفزاعة وكذا وقتلنا قلنا هاهم رجل هرب. قالوا كيفاش هذا هرب؟ الفزاعة هذه اللي نبان عليها من 2011 وقلنا شنو المراحل نتاعها. قلنا الناس تراه الناس هذوما راهو قاعدين معناها يستغلوا في الجوامع وقاعدين يوصفوا في الجوامع معناها للاستقطاب وردوا المنابر معناها كل منابر معناها لتقسيم التونسيين ما بين كفار وما بين مسلمين. وقلنا راهو الجمعيات الخيريه المنتشره هذه اللي من غير قانون واللي قاعده تلم في الفلوس هذه وين ماشيه. وقلنا الناس هذوما راهو قاعدين معناها يعملوا في الخيمات الدعويه وفي الحقيقه هي مش خيمات دعويه وانما هي خيمات للاستقطاب، استقطاب شباب معين. وهذا الكلام هذا كل اللي قلناه هاو قاعدين تشوفوا فيه، لكن الكلام هذا اللي قلناه ما لقينا حتى حد يسمعنا. واحنا نبان عليه مش انا نبهت عليه، اداره عامه كامله الامن الوطني بما فيهم سي نبيل عبيد بما فيهم اطارات الناس الكل نبهت للشيء هذايا وحتى حد ما سمع. واللي قلناه اليوم صار. وبعد جات عمليه نتاع الباك اللي في شربان وقلنا راهو السيد هذا راهو كيف راهو مع الناس انسان معروف عنا وراهو الناس يعملوا في الاحتطاب وباش يصيروا سلاح كيف خرجونا بعض الناس من بعض من المجتمع المدني يقولون لا هذوما راهم الحي راهو تركبوا فيهم انتم البوليس السياسي. فما شكون خرج قال لنا راهو فما دي كونتنير جايين ومعبين بالحي الصناعيه. معناها باش تشوف الناس معناها احنا نحكيو على مواضيع تم الامن العام وتم مستقبل البلاد وناس اختزوا في الموضوع معناها في فزاعه والفزاعه هذه مع الاسف الشديد اللي هي كلات برشا ريوس كلات برشا شهداء وكلات خاصة جملة كبيرة من الأمنيين والعسكريين اللي عطاوا دمهم وروحهم للبلاد هذية واللي أغلب الناس أنساتهم. واضح سي توفيق. وراه في الكلام هذايا مع وحداتنا الأمنية والعسكرية لا جدال ولا نقاش. اليوم احنا كي قبل نقولوا سامحني كي نقولوا قانون الإرهاب لابد من تفوق قانون الإرهاب. قانون الإرهاب مش احنا جايبينه، قانون الإرهاب هذا راه العالم الكل يخدم به. فما بعض الفصول اللي هي معناها لابد معناها تحييدها، لكن فما فصول اساسيه لابد من تطبيقها. الناس هذوما احنا مش المعالجه مش امنيه فقط، ولا المعالجه تتم الناس الكل جميع الوزارات، وزاره الشؤون الدينيه كي نبعثوا لها مكاتب قبل نقولوا لها المساج هذا كذا لا حياه لمن تنادي. لان سيد المعهد البطيخ سمح لي بكلمه وحتى وين استشر شيء. تفضل خويا. على كل نذكر بكلامي وانه مساندتنا المطلقه والتوانسه الكل ما عندهمش راهو خيار، ما هيش مزيه. دعم كبير للمؤسسه الامنيه والعسكريه على مختلف رتب جنود وعسكريين والامنيين، هذا واحد. اثنين سي توفيق، وانا لهنا ناخذ موقف واضح وانه كنت واحد متوانسه ننتظر وانه يتم غلق البارح ولايه القاصرين ونسمعوا وانه عدد كبير تم من المشتبه فيهم، بيان سور مش ناس كل يتوقفوا، لكن كأنه نفهم من كلامك وانه الصوت اللي توصلوا فيه كامنيين كنقابات امنيه كعسكريين وانه الوضعيه راهي مخترة من قبل اليوم مع حكومه المهدي جمعه، هل نفس الوضع تعتقد انه مازال ولا لا؟ تسمعوا في الصوت وما فما حتى حد يسمع. انا نحكم على الفتره اللي خدمت فيها انا واللي باشرت فيها الملف رفقة معناها زملاء ورؤساء.
بالنسبة لليوم الشيء تغير وتبدل، فما من قبل تغير، فما فولونتي عند العوان، فما رد فعل عند العوان وعند الإطارات، معناها باش تخدم. نحكيو على الإرادة السياسية سي توفيق، كانت موجودة ولا لا؟ بالنسبة للإرادة السياسية معناها احنا بلغنا صوتنا وقلنا احنا كمؤسسة أمنية ما عنديش ندخل في السياسة، ما عنديش سياسة. أنا بالنسبة لي نشعل الكليتون نقول رأي الوضعية هذه فيها، رأي الوضعية هذه فيها، والقرار الأخير يرجع للقرار. ممكن سي توفيق نفهم شوية الموقف نتاعك، ولكن أنا نجم نقول فما حاجات راني أنا ما نجمش واضح، ولكن لأن فما معناها دروا دو ريزيرف احنا ناس معناها منضبطين، واضح واضح المؤسسة الأمنية، فما حاجات نجم نقولها، فما حاجات اللي هي تتجاوزنا واللي ما نحبوش ندخلوا فيها، واضح مش ولادنا ندخلوا فيها. واضح سي توفيق الدماسي المدير العام للأمن العمومي سابقا على هذا التدخل، مع التذكير وأنه جامع الفتح في تونس العاصمة لليوم سي شكري ما هواش تحت سيطرة الدولة، وذي مش صعيب عليها، دونك عادي كي باش نوصلوا وأنه حتى نضربوا منزل وزير الداخلية. شكرا على التدخل هذايا سي توفيق. الكلمة سي فوزي بسرعة وبعد نجيك سي محمد، مساش ندلوا عليك شوية وصبر علينا. شكرا سي فوزي. دونك أول شيء بالنسبة لنا، أول شيء نترحموا على أرواح الشهداء، الله يرحمهم وينعمهم الكل، والله يصبر عائلاتهم، وإن شاء الله نكونوا هذه آخر حادثة اللي فيها استشهاد لشبان عمرهم 20 21 سنة، شباب صغار، وشي يوجع بالطبيعة. عندنا برشا نقولوا شر الاخرانيه ان شاء الله. كل مره نقولوا شر الاخرانيه. الارهاب اول شيء، الحرب ضد الارهاب هي حرب معنويات قبل كل شيء. العمليه هذه هي عمليه لم تهم وزير الداخليه كوزير داخليه كشخصيه، ولكن تحب تضرب معنويات الامن الوطني وحب تضرب معنويات الشعب التونسي. صارت ضربات من الامن الوطني ضربت معنويات الارهابيين، صارت في بنقردان، صارت في أريانا، ضربت. احنا نجابه ولا نضرب؟ اي تضرب المعنويات، نقول احنا نضرب المعنويات، معناتها الحرب تاع الارهاب هي حرب معنويات. وش نحب نقول به الكلام اللي نقوله، وهو انه لابد انه المعنويات تكون مرتفعه عند قوات امننا الداخلي، جيشنا والبوليسيه والحرس نتاعنا، ولا بد انه تكون المعنويات منخفضه عند الارهابيين، وهذاك مهمة كبيرة عندنا نحن كأحزاب سياسية، كإعلاميين، كنقابات أمن، كمجتمع مدني، على أنه نعملوا كل شيء باش نقفوا مع الأمن الداخلي متاعنا، باش نكونوا صف واحد وراهم، وباش تكون عندهم المعنويات القوية باش نجموا يجابوا الحرب هذه متاع الإرهاب. المسألة هنا ما يعنيش أنه ما نقولوش ها فما إخلالات، والإخلالات هذه هي لازمها تتحسن في سبيل أنه هالقوات الأمن الداخلي تكون هي تقوم بمهمتها اللي احنا طالبينها منها. شو اللي صار اليوم؟ صار أنه مجموعة قامت عملية إرهابية عديدة صارت في المجتمع التونسي، وحتى إلى الآن السؤال اللي يتبادر إلى الذهن، هل أنه فما خطة وطنية لمجابهة الإرهاب؟ الإرهاب اللي عنده خلفية إسلامية ونعرفوا خلفياته الفكرية إلى آخره، منين جاي؟ هل فما خطة وطنية ولا ما فماش خطة وطنية حكومية بتاع الجهاز التنفيذي للدولة؟ وإذا كان فما خطة، إذا كان ما فماش خطة علاش ما فماش خطة؟ وإذا كان فما خطة علاش الخطة هذه ما تنفذتش؟ نجم نجاوب على السؤال هذا من منطلق حزب آفاق تونس. احنا نعتقد أنه أحزاب الترويكا ما كانتش عندها خطة لمجابهة الإرهاب، ما كانتش عندها خطة، بالعكس كانت عندها ربما بعض من الفشل فكري وسياسي في التعاطي مع الم... مع الم... مع الم... مع الم... مع الظاهرة الإرهابية. فشل فكري وسياسي من طرف حكومات الترويكا. لا خلي فشل ثم واحدة فكرية سنة خليك خليك إلى الإخوان المسلمين، علاش فشل؟ خليني ثم اون بارونتي فكرية، سمحني ليش باش نفسر؟ مش فشل، هاني فشل، هو انتماء فكري، هاني باش نفسر. هذا رأيي، الظواهر خرج من الإخوان المسلمين، بالله خرج من الإخوان المسلمين. ها عبد الله عزام صديقنا العزيز خرج من الإخوان المسلمين، المنظومة هي نفسها. شوف أكبر مغالطة تاريخية لهم وهابين، هم إخوان مسلمين، وإحنا نشوف التعاطف مع الإخوان المسلمين. خليني 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 سي خليني قولي ما هوش مش فشل، هو خليني هو انتماء. خليني نفسر، عايش خليني نفسر، ما خليني باي بيسالش مغالطة تاريخية، نحترم رأيك، بيسالش فما رأي، فما كتب وفما تنظيرات وفما منظرين لها الفكر الوهابي التكفيري، فما كتب تكتبت على الحركات بتاعهم وعلى الحركية، فما كتب تكتبت علاش يلزمهم يذبحوا الجنود،
وعلاش واللي قالوا الكلام قبلي كان تاع اللي ما نختلف شويه مع ناجي، فما طريقه معينه في القيام بالعمليات وطريقه للتنكيل بالجثث مكتوبه في الكتب نتاعهم. فما كتاب اسمه إدارة التوحش، ما تنجمش ما تكونش انت ما تنجمش تقرا الظواهر هذه وقت اللي ما تقراش كتاب إدارة التوحش. معناتها إدارة التوحش معناتها احنا باش نقوموا بإمارات إسلامية صغيرة في بلايس نقد نطبقوا فيها حكم الشريعة كما احنا نشوفوه احنا، ونبداو نتطوروا نتطوروا نتطوروا. الفشل الفكري اللي نحكي عليه هنا هو فشل الفكري بتاع حكومة الترويكا، ماهوش بتاع تيار سياسي ولا حزب سياسي، بتاع حكومة بتاع فيذية، حكومة بتاع الجمهورية التونسية اللي قالت هل التيار هذايا أنصار الشريعة نعطيه انا يعمل شو اسمه اجتماع فيه 5000 ولا 10000 في القروان، ونعطيه كذا ونعطيه كذا، ومن بعد يصير في في جامعة الفتح نهار 17 ديسمبر عام 2012. شو يصير بعد العملية السفارة الأمريكانية؟ يقوم أبو عياض ويقول أنا نمشي وباش نعمل خطاب، يجيوا 300 قيادي من حزب من أنصار الشريعة ويبدأوا ملومين في الجامعة، يطبقوا عليهم الخناق على 3 حلقات ما كانوا ما ينجموش يخرجوا، ومن بعد يجي أمر. معناها شكون الأمر؟ احنا لواش نسألوا فيه الأمر؟ تطلب أنت في توفيق الدباسي الأمر جامع عند سي علي العريض وزير الداخلية وقتها، ما فماش ما فيهاش ما فماش علاش باش نسألوا وزير الداخلية هو المسؤول، قال فكوا الارتباط فكوا الارتباط. معناتها هذا الكلام اللي نحبوا نقوله، هل هناك خطة وطنية لمجابهة الإبان؟ الجواب لا. اليوم فماشي خطة وطنية عند حكومة المهدي جمعة؟ احنا بالنسبة لنا لا موجود. قدم حكومة المهدي جمعة قدم في لقائه مع الأحزاب اللي صار في دار الضيافة عندها تقريبا 3 شهور، قدم خطة وطنية لمحاكفة الإرهاب، وفيها الخطة هذه فيها عناصر عديدة، فيها عناصر فكرية، فيها المساجد، فيها كذا فيها كذا فيها كذا. اليوم هالخطة هذه نشوفه بالتدقيق الواقع فما فشل كبير وفي عديد النقاط، والفشل خاصة مخابراتي وخاصة عملياتي. هذوما سي فوزي واضح باش نعطي الكلمة سي محمد بن نور. باهي، السؤال تقريبا هو يلخص ما تفضل به سي فوزي. علاش في فترة حكومة الترويكا 1 و2 ما صارش وضع خطة أو استراتيجية لمواجهة أو مكافحة الإرهاب؟ تو سامبلومون هذا السؤال. ساعدنا تضامني الكامل مع عائلات الشهداء والجرحى، الشهداء لأنهم يحرسوا في الوطن ويحميوا في أمة، اللي ماتوا من السفلاء الإرهابيين لهم شهداء ولا شيء في جهنم وبأس المصير، ومحتقرين ويحتقرهم التوانسة الكل. أكبر رسالة في العملية اللي أنا ريتها في العملية اللي استهدفت دار وزير الداخلية جات من أهلينا في القصرين من حي النور وحي الزهور اللي متسلحين إلا بإيمانهم ضد معناها أعداء الوطن، معناها متسلحين بإيمانهم بحبهم للوطن، ضربوا بالحجر قدام ناس عندهم كلاشينكوف. أكبر رسالة وهذيك اللي توحدنا الكل. أنا مش ندخل في جدل إجابة على سؤال الخطة الخطة فشلت ولا نجحت ولا كذا. احنا في حزب التكاتل ما عندناش حتى معناها منش تحكيوا على أحزاب هناسي محمد. لا 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 سنة فما حكومات متعاقبة ما عندنا علاش ما قامتش بوضع سنة سمحني سؤال بسيط نعود الفيزيج بوضع سنة. خطة لمواجهة الإرهاب فما تدرج فما أخطاء تعملت، مثلا الهجوم على السفارة الأمريكية. كيفاش انا الرافي بيني معناها الشرطه قاعده ترافق في ناس معناها ارهابيين، ترافق فيهم من دار السفير باوامر سياسيه؟ شو باوامر سياسيه؟ انا ما نحكمش بالغيب. انا احنا نكونوا صراحة، احنا في موقف بربي خليني نكمل انا والله سياسيه اللي قلته الكل واحترمته ما وقفتكش. هذاك خطأ كبير يا فادح. من المسؤول؟ ما اللي صار قدام المسجد متاع الفتح كيف وانا حاضر غادي قعدت معناها مستاء، لأنه فما فرصة للقبض على معناها مجرم وما صارش مسؤولية من؟ لكن بعد وقت اللي أنصار الشريعة قرروا باش يتحداوا الدولة باش يعملوا معناها مؤتمر في القروان وباش يستعملوا القروان،
وزير داخلية اللي صرح قبل اللي هما جماعة إرهابية منحهم ونجح في منحهم وواجههم عديد المرات. نعتبر أنه أخطأ ومن بعد تدارك. نزيد في الموضوع هذا. أنا شو نقول؟ أنا تحاشى أدخل في جدل. اليوم الساعة تدعونا الكل باش من نبداو الساعة نشكوا في الأعمال في الخطة الأمنية، مناش أمنيين ومناش احنا قاعدين نواجهوا ولا احنا قاعدين نتحملوا في وزر المواجهة ضد الإرهابيين. أنا أعتقد أنه الأمنيين نشحوا وعرضوا صدورهم ونشحوا في عديد العمليات، وهذا معناها يلزمنا ندعموه. هل الشيء اللي عملوا البارح يلزمنا رسالتنا واضحة ان من نعتبروش انها والله انهيار وصارت ضربه قويه وكل، نقولوا الرساله جات في اول وهله من الشبان اللي معناها هربوا هما كالجبناء قدام شبان يضربوا فيهم بالحجر وهما عندهم الكلاشينكوف، فهمت؟ انا نقول لابد اليوم الساعه هي توحيد التوانسه، توحيد الكلمة. وقت اللي تونس في خطر، وقت اللي الإرهاب قاعد نواجهه فيه وإحنا في حرب ضد الإرهاب، من ما بعثت لهم الصورة وإحنا نتعارك ونتجادل وكذا، هما أحسن حاجة يحبوا هذا. أنا مستحيل أن نقول أكبر صورة، راكم باش تخسروا يا إرهابيين، باش تخسروا لأنه التوانسة موحدين، والتوانسة هذه معناها الوطنيين التوانسة أسودا عندما يتعلق الأمر بأن تونس معناها في خطر والتونسيين ما يخليكمش تعملوا حتى شيء. ونعتقد كلمة الكلام اللي قاله سي توفيق الدماسي راه فيه معلومه خرق العاده. قال هالخيمات اللي قاعده تقام، انا يوم السبت الاخر ساعة نمشي للاحياء الشعبيه باش نشوف يوم السبت الاخر في العشيه، ومعناها مصالح الامن لازمها تثبت في المدينه الجديده، في مدخل المدينه الجديده على بعض بضع امتار من مدينه الرياضيه نتاع رادس، خيمه معناها اعلام سود، وهما الطاغوت وهذوما يلزمهم بهم وعليهم وتونس كذا وتونس كذا. فكيفاش الاعداء اللي يحبوا ينصفوا المسار الديمقراطي وينصفوا الديمقراطيه القانون التونسي، نقولوا لهم يا ولدي اجا براس امك نبني في الديمقراطيه، بربي تفضل اعمل الخيمه نتاعك وفسر. عندنا فاصل، قالوا لهم عملوا جمعيات ونشوفوا الجوامع ونرجعوا نشوفوا فاصل وبعد نرجعوا ربي سامحني في التكاسل ضد واحد.